راديو نيل معاكم لحد الساعة واحدة، ميرا العمري وهبة السيد في يلا أونلاين. وموضوع حلقتنا النهاردة إيه أكتر التطبيقات اللي ما تقدرش تستغنى عنها خلال شهر رمضان؟ وطبعا يا ميرا معروف إنه بيبقى فيه أوقات ذروة للاستخدام وأوقات تانية الدنيا بتبقى هادية فيها جدا، خصوصا حتى بنلاقي شركات المحمول بتعمل عروض لأوقات معينة عشان تشغل فيها الشبكة لما الناس بتكون ما بتستخدمهاش كتير. فأنت تقولك إيه ده مرخص الخدمة في رمضان، بس يعني بس هو بيحاول يشغل شبكة. ويمكن في رمضان اللي فات تخيلي انه كانت استخدام الانترنت كانت الزيادة 99%، كتير يعني نسبة ضعف كبيرة جدا، يعني شبه 100% ضعف الاستخدام خلال رمضان. وكانت اغلب الحاجات برضو كانت سوشيال ميديا، كانت مشاهدة أونلاين، تطبيقات المشاهدة أونلاين والسوشيال ميديا والتعليم أونلاين وتطبيقات الفيديو كمان. يمكن دي من الحاجات اللي كانت رمضان اللي فات ناس كتير جدا مش عايز استغنى عنها، كمان إنه كان جاي مع بداية الجائحة. فاكرة اللحظة أو الأوقات دي اللي احنا كنا عايشين فيها في البيت في العالم الافتراضي بالظبط كده. طيب خلينا أقول لكم رمضان إزاي بيغير من عاداتنا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مش بس في مصر ولكن في الدول العربية كلها. أولا المستخدمين في المنطقة العربية بيقضوا أكتر من 58 مليون ساعة إضافية في رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي. ولما بنتكلم على مواقع التواصل بنتكلم بقى على فيسبوك، تويتر، إنستجرام، واتساب، كل المواقع دي. وده طبعا نظرا لاننا يعني او ان رمضان عامه بيكون في عدد ساعات العمل قليله شويه. فيسبوك خلينا اقول لكم كمان ان اكتشفت ان معدل استخدام الشبكه بيزيد بشكل ملحوظ او بشكل كبير جدا في رمضان، وده عشان طبعا بقى يعني حماده اللي لازم يقول لانكل ان هو كل سنه وانت طيب والكلام اللطيف ده كله، فبتوصل لنسبه 86% من اصل تقريبا 200 مليون متابع للشبكه بيستخدموا فيسبوك للمعايده. يمكن ناس كتيرة جدا على الفيسبوك طبعا البوستات او البوست بتاعت كل سنة وانت طيب، رمضان كريم، والله بدري بدري كده، عارف انت دايما. لا في ناس بتكتفي ان هي بتحط في الصفحة العامة، في ناس تانية تحب الحاجات الخصوصية، وفي ناس دلوقتي بقت على الواتساب. يمكن الاس ام اس اللي كانت زمان منتشرة وكده ما بقتش كتيرة زي من وجهة نظر يعني زي خلاص يعني تطبيقات التراسل الفوري خلاص يعني غيرت حاجات كتير. بس انا ما بحبش المعايدات اللي بتبقى جاية وسط ناس كتير دي اللي هي لا انت ما بتحبيش كترها، بس انت اكيد بتحبيها. لا لما حد يبقى بعتلي المعايدة باسمي مثلا اللي هي انا مخصوص هتبقى حلوة بتعجبني انا، حلو. لكن في حد بيروح بعت ايه كوبي بيست لكل الناس، ده غير كمان ممكن يبعت يفرود لك حاجه كان في حد بعتها له باسمه مثلا فتلاقيها جايلك ايوه شكله وحش قوي. ناخد بالنا يا جماعه من التفاصيل الصغيره دي، لان يعني ممكن ماشي تاخدها كوبي بيست بس مش لازم تقولي الاسم عشان ما يبقاش شكلنا وحش. يعني خلينا اقول لكم ان يعني برضو من ضمن الحاجات اللذيذه جدا في موضوع المعايدات ده ان في 86% من المستخدمين على الفيسبوك في الشرق الاوسط بيحتفلوا طبعا بشهر رمضان وبيعملوا 3 مليار تفاعل على المحتوى الرمضاني بس على الفيسبوك. 3 مليار انت متخيله؟ لا متخيله، لانه فعلا زي ما قلت لك الاستخدامات بتبقى مختلفه شويه في رمضان، لان في روحانيات الشهر الكريم، في طبعاً ناس بتبقى مركزه مع الحاجات الترفيهيه والمسلسلات والاعلانات والحاجات اللي بتيجي على التلفزيون، في ناس تانية بتحب تعيش العالم الافتراضي، بتحب الفرجة أونلاين، بتبقى ليها اهتمامات تانية. بس الانترنت بيبقى واخد أو التطبيقات واخد حيز كبير جدا من حياتنا. في حد مثلا لو بيركب مواصلات عامة هتلاقيه بيستخدم تطبيقات النقل التشاركي عشان هو صايم ومش قادر مثلا بيعتمد عليه أكتر في رمضان مثلا، تمام؟ أو تطبيقات النقل العام الذكية دلوقتي اللي احنا بقينا نشوفها. فهتلاقي ناس كتير قوي في وقت الصيام اختلافات استهلاك أكتر حاجات كتير. دي من الحاجات اللي احنا دايما بنلاقيها مختلف شهر الكريم.